طبعا هنا العوامل المؤثرة في المركبات العضوية، العوامل المؤثرة في المركبات العضوية عوامل فيزيائية زي القطبية تتناسب طرديا مع الذهبية ودرجة الغليان، لما زادت القطبية زادت درجة الغليان وزادت الذهبية في الماء، الروابط الهيدروجينية تتناسب طرديا مع الذهبية، الروابط الهيدروجينية كتيرة الذهبية في الماء تزيد ودرجة الغليان يزيد. حالة خاصة للهالوجينات، كلما زادت الكتلة المولية للهالوجين زي الاي اكبر حجما وكتلة مولية من البي ار اكبر من السيل اقل واحد الاف، فبالتالي الاقل اقل في الغليان، الاعلى اعلى في الغليان، اذا المركب متطاير ولا يكون روابط هيدروجينية. مين؟ طيب الاو اتش يكون، السي او اتش يكون زي ما قلنا، الان اتش 2 الثلاثة دول قطبي وهيدروجيني يكون، انما مين اللي ما يكون اللي فيه او ما فيش اتش؟ الايثر اللي هو الإجابة بي.